كل شيء متوقف جراء الحرب التي اندلعت في اليمن منذ أواخر العام 2014. الرياضة جزء من هذه الحياة التي أصابها الشلل. الدوريات الرياضية لكرة القدم متوقفة منذ سنوات، لا مباريات تقام بين الأندية في الملاعب الكبيرة. أما ذمار رغم احتوائها على ملعب رياضي كبير، إلا أنها مدينة لم يشتهر فيها ناد واحد حتى على مستوى اليمن. النشأ هنا يمارسون في محافظة ذمار ألعاب كرة القدم وكرة الطائرة لقضاء المزيد من أوقات الفراغ في التنمية البدنية وتطوير المواهب الرياضية والهروب من واقع الحرب. يعني الحمد لله بنقضي أوقات يعني مليئة بالفرح، مليئة بالحب والتعاون بيننا زملائنا. نقوم بعمل كما بتشاهد مباراة بين عدة أندية. لا تبدو هذه الأحياء التي تحلق فوق سمائها الطائرات الحربية وتقصف فيها بعض المواقع أنها تهتم بشيء آخر غير كرة القدم. هذه ليست ممارسات خالية من التنظيم الأولي، هنا تقام عشرات الدوريات الرياضية بجهود ذاتية، أما الإمكانات فهي غائبة تماما. الحارات الرياضة يعني موجودة بكثرة غير الملاعب الخاصة في ذمار، ما هي موجودة بكثرة، بيلعبوا في جميع الحارات. في حارة الغبرة موجودة الآن دوري، في حارة النور موجود دوري. لا أحذية، لا ملابس رياضية أو حتى ملاعب مهيئة. المكان هنا لا يوفر الظروف التي وفرها سابقه للاعبين. الأرضية صلبة وهم يلعبون في بقعة قد تشكل خطرا على حياتهم الصحية في حال السقوط. أحيانا لا يجدون الكرة، لا يجدون قيمة الكرة. الكل يجمع مبالغ مالية كي يمارسوا هوايتهم. في ذمار الكثير من المبدعين، كثير من المواهب. في المدارس نجد المبدعين والمواهب، وأكبر دليل على ذلك حسن الكوماني الذي اعتبره أسطورة الكرة في ذمار، وصل إلى المنتخب الوطني رغم أنه لم يلعب إلا مباراتين وثلاث مباريات. لدينا من هو أفضل من حسن الكوماني في هذا الملعب وفي غيره من الملاعب. هذه الملاعب الصغيرة ربما ترفد في يوم ما ملاعب اليمن الكبيرة بلاعبين مهمين قد تظل أسماؤهم محفورة في الذاكرة الشعبية والعربية لعشرات السنوات.